سأبدأ معكم من هذه النقطة. من أي نقطة؟ من القتل الثاني لأمير المؤمنين. أمير المؤمنين سيقتل ثانية أيضا. تستغربون هذا لأنكم لستم على اطلاع على ثقافة العترة الطاهرة. أنتم شيعة المراجع، والدليل ثقافتكم، ثقافة المراجع، المراجع الذين لا يفقهون شيئا من ثقافة العترة الطاهرة، مراجع النجف وكربلاء، رؤوسهم قد ملئت بقذارات الثقافة الناصبية، وأفرغوا هذه القذارة في رؤوسكم عبر وكلائهم، خطبائهم، كتبهم. هذا هو الذي تحقق في الواقع الشيعي، وإلا فإن الحديث عن القتل الثاني لأمير المؤمنين منتشر، ومنتشر جدا في كتب حديث العترة الطاهرة. سآتيكم بمثال، لا بنحو الاستقصاء. هذه المجموعة من الكتب تشتمل على هذا المضمون، إنها كتب حديث أهل البيت، إنها كتب ثقافة العترة الطاهرة، ولكبار محدثي الشيعة. سأبدأ من تفسير العياشي. العياشي توفي سنة 320 للهجرة، يعني في زمان الغيبة الأولى، توفي قبل الكليني. الكليني صاحب الكافي توفي سنة 328. العياشي توفي سنة 320 للهجرة على ما هو معروف. هذا هو الجزء الثاني من تفسير العياشي، وطبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، صفحة 366. الحديث الثاني والسبعون. هذا الحديث مع بقية ما جاء من الأحاديث في هذه الكتب يتحدث عن شخصية ذي القرنين. ولماذا سمي بذي القرنين؟ لأن قومه حين دعاهم إلى الهدى ضربوه على قرنه فقتلوه، ثم أحياه الله ورجع إلى قومه ودعاهم إلى الهدى فضربوه على قرنه الثاني على رأسه. المراد من القرن زاوية الجمجمة، زاوية الرأس، فضربوه
ثانية فقتلوه، ثم بعثه الله وكان الذي كان. كلمات أمير المؤمنين، كلمات أئمتنا، تشير إلى أن هذا سيجري في سيد الأوصياء. ولذا من جملة أسماء أمير المؤمنين ومن جملة أوصافه ذو القرنين، لأنه سيضرب على رأسه مرتين، مرة تقدمت ومرة ستكون في رجعة وفي كرة من كراته صلوات الله وسلامه عليه. أقرأ ما جاء في تفسير العياشي عن أبي بصير، عن أبي جعفر، عن إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إن ذا القرنين لم يكن نبيا ولم يكن إن ذا القرنين لم يكن نبيا ولكن كان عبدا صالحا أحب الله فأحبه وناصح الله فناصحه، أمر قومه بتقوى الله فضربوه على قرنه، فغاب عنهم زمانا، غاب عنهم زمانا. ليس الحديث عن غيبة، وإنما الحديث عن موت وبعد ذلك رجع. هذا ما ستبينه بقية الأحاديث. فغاب عنهم زمانا ثم رجع إليهم فضربوه على قرنه الآخر. وفيكم، في هذه الأمة، من هو على سنته. الإشارة إلى أمير المؤمنين، وهذا الأمر واضح في ثقافة العترة الطاهرة. ورواية أخرى عن أمير المؤمنين: إنه الحديث 73 عن أبي الطفيل قال: سمعت عليا يقول: إن ذا القرنين لم يكن نبيا ولا رسولا ولكن كان عبدا أحب الله فأحبه وناصح الله فنصحه، دعا قومه فضربوه على أحد قرنيه فقتلوه. هذا هو المراد، غاب عنهم زمانا ثم رجع، رجع من الموت فضربوه على أحد قرنيه فقتلوه، ثم بعثه الله فضربوه على قرنه الآخر فقتلوه. وفي الأحاديث الأخرى: بعثه بعد القتلة الثانية. هذا ما جاء في تفسير العياشي. لن أقرأ كل الأحاديث لأنني لا أجد وقتا كافيا لذلك، وعندي الكثير من المطالب. سأشير إلى مواطن هذه الأحاديث. هذا تفسير العياشي، وهو من جوامع الأحاديث التفسيرية. هذا حديث أهل بيت العصمة. والعياشي كما قلت لكم توفي في زمان الغيبة الأولى التي نعرفها بالغيبة الصغرى. الغيبة الصغرى متى انتهت؟ انتهت سنة 329
في شهر شعبان بوفاة السفير الرابع السمري رضوان الله تعالى عليه. العياشي توفي سنة 320 للهجرة. هذه كتب زمان الغيبة الأولى، وهذا تفسير القمي، والقمي كان معاصرا أيضا للعياشي، إلا أنه توفي من بعده. والقمي علي بن إبراهيم أستاذ شيخنا الكليني رضوان الله تعالى عليهما. هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم، بيروت لبنان، صفحة 399. الحديث عن أبي بصير عن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه في أن ذا القرنين ضربه قومه على قرنه الأيمن فأماته الله 500 عام ثم بعثه إليهم بعد ذلك فضربوه على قرنه الأيسر فأماته الله 500 عام ثم بعثه إليهم بعد ذلك إلى بقية التفاصيل. فذو القرنين قتل مرتين وبعد ذلك بعث إلى قومه. هذا تفسير القمي. هذه كتبنا الأصلية القديمة، وهذا علل الشرائع لشيخنا الصدوق، أيضا هو من رجال الغيبة الأولى، فقد ولد في زمان الغيبة الأولى، وكان أبوه من رجال الناحية المقدسة. توفي سنة 381 للهجرة في بدايات الغيبة الكبرى. في الجزء الأول وفي الباب 37 من علل الشرائع، العلة التي من أجلها سمي ذو القرنين ذا القرنين، بسنده عن الأصبغ بن نباتة قام ابن الكواء إلى علي وهو على المنبر فقال: يا أمير المؤمنين، أخبرني عن ذي القرنين أنبيا كان أم ملكا، وأخبرني عن قرنه أمن ذهب كان أم من فضة. فهناك من يقول من أن ذا القرنين كان يلبس تاجا لهذا التاج قرنان، على أي حال. فقال له، ماذا قال الأمير صلوات الله عليه؟ لم يكن نبيا ولا ملكا، ولم يكن قرناه من ذهب ولا فضة، ولكنه كان عبدا أحب الله فأحبه الله، ونصح لله فنصحه الله، وإنما سمي ذا القرنين لأنه دعا قومه إلى الله فضربوه على قرنه فغاب عنهم حينا ثم عاد إليهم فضرب على قرنه الآخر، وفيكم مثله، في هذه الأمة مثله، يتحدث عن نفسه صلوات الله وسلامه عليه. هذا ما جاء في علل الشرائع، وكذلك في كمال الدين. كمال الدين وتمام النعمة
لشيخنا الصدوق أيضا، وهذه طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 423 تحت هذا العنوان: ما روي من حديث ذي القرنين. الحديث الأول: الكلام هو الكلام، وفي آخره: وفيكم في هذه الأمة من هو على سنته. لا أجد مجالا لقراءة الحديث كله، المضمون هو المضمون، ضرب على قرنه الأيمن وقتل، ثم بعث، وضرب على قرنه الأيسر وقتل ثم بعث. وفيكم من هو على سنته، يشير إلى أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. وهذا مختصر البصائر، والبصائر بصائر الدرجات لسعد ابن عبد الله الأشعري القمي، وهو من أصحاب الأئمة، والذي اختصره الحسن ابن سليمان الحلي. والحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في القرن الثامن الهجري، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة النشر الإسلامي قم المقدسة، صفحة 479، رقم الحديث 528، المضمون هو هو، جاء منقولا عن أمير المؤمنين، نقله عن كتاب الغارات. من الذي نقله؟ مؤلف هذا الكتاب. فالحسن ابن سليمان الحلي اختصر بصائر الدرجات لسعد الأشعري، وأضاف إلى ذلك المختصر مجموعة من الأحاديث أخذها من الكتب القديمة أيضا. فقد نقل هذه الرواية التي أشرت إليها عن كتاب الغارات، وهو من كتبنا القديمة أيضا، لإبراهيم ابن محمد الثقفي، والذي توفي في القرن الرابع الهجري. والكلام هو الكلام الذي مر علينا في الكتب المتقدمة، وفي حديث آخر إنني أقرأ من نفس الكتاب: وفيكم مثله، في هذه الأمة مثل ذي القرنين، يريد نفسه صلوات الله وسلامه عليه. هذا مختصر البصائر، وهذا تفسير الصافي للفيض الكاشاني. هذه الطبعة طبعة مكتبة الصدر، طهران، إيران، وهذا هو الجزء الثالث من تفسير الصافي، ذكر مجموعة من الأحاديث، صفحة 259، لا أجد وقتا لقراءتها، المضمون هو المضمون، إنها الأحاديث التي تخبرنا عن ذي القرنين، ومن أنه ضرب على قرنه الأيمن وقتل، وبعد ذلك بعثه الله بعد زمان طويل، ثم ضرب على قرنه الأيسر وقتل، وبعد ذلك بعثه الله بعد زمان طويل. ومن تفسير الصافي الفيض الكاشاني، توفي سنة
91 للهجرة، وهذا البرهان في تفسير القرآن. جامع الأحاديث التفسيرية للسيد هاشم البحراني الذي توفي سنة 1107، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان، هذا هو الجزء الخامس صفحة 63 الحديث الأول. الكلام هو الكلام، وقد نقله عن كمال الدين وتمام النعمة، عن سيد الأوصياء، والحديث عن ذي القرنين إلى أن يقول أمير المؤمنين: وفيكم مثله، في هذه الأمة مثل ذي القرنين، يشير إلى نفسه المقدسة صلوات الله وسلامه عليه. وهذا نور الثقلين جامع من جوامع الأحاديث التفسيرية لعبد علي ابن جمعة العروسي الحويزي رضوان الله تعالى عليه، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة التاريخ العربي بيروت لبنان، وهذا هو الجزء الرابع من تفسير نور الثقلين من جامع الأحاديث التفسيرية صفحة 322 وما بعدها، الحديث 202، الحديث 203، الحديث 204، 205 إلى بقية الأحاديث الأخرى. المضمون هو المضمون، وهذا بحار الأنوار لشيخنا المجلسي، هذا الجزء 53 عبد علي ابن جمعة، عبد علي ابن جمعة العروسي الحويزي توفي سنة 1112، المجلسي توفي سنة 1110، وهناك من يقول من أنه توفي سنة 1111. هذا هو الجزء 53 من بحار الأنوار، والطبعة طبعة دار إحياء التراث العربي صفحة 107 رقم الحديث 137. إنه الحديث نفسه الذي جاء في منتخب البصائر للحسن بن سليمان الحلي نقلا عن كتاب الغارات لإبراهيم بن محمد الثقفي. لا أريد قراءة الأحاديث، فقد عرفتم مضمونها. وهذا هو الجزء الرابع من عوالم العلوم من عوالم المهدي، الجزء الرابع من العوالم مع مستدركاتها، إنها طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، وعوالم العلوم هو مستدرك كبير على بحار الأنوار لأبرز تلامذة المجلسي، إنه عبد الله البحراني. هذا هو الجزء الرابع من عوالم المهدي مع المستدركات. أورد الحديث برقم 2838 صفحة 470 عن مختصر البصائر، والذي قد يعرف
بمنتخب البصائر أيضا. لكن المشهور في زماننا عن هذا الكتاب هو مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي من أعلام الشيعة في أواخر القرن الثامن الهجري. الكلام لا يقتصر على هذه الكتب، عرضت بين أيديكم تفسير العياشي، تفسير القمي، علل الشرائع للصدوق، كمال الدين وتمام النعمة للصدوق أيضا. إنها كتبنا القديمة مختصر البصائر للحسن ابن سليمان الحلي، وعرضت بين أيديكم أيضا مجموعة من جوامع الأحاديث التفسيرية الصافي للفيض الكاشاني، البرهان لسيد هاشم البحراني، نور الثقلين لعبد علي ابن جمعة العروسي الحويزي، وكذلك عرضت بين أيديكم الجزء 53 من بحار الأنوار، إلى أن وصلت إلى عوالم العلوم ومستدركاتها. الكلام لا يقتصر على هذه الكتب فقط، هذا مثال جئتكم به، وإلا فإن المعلومة هذه منتشرة في ثقافة العترة الطاهرة، من أن أمير المؤمنين هو مثل ذي القرنين، بل في الحقيقة إن ذي القرنين جرى عليه ما جرى للذي سيجري على أمير المؤمنين. على أي حال، لا أريد أن أخوض في هذه الجهة، فعندي الكثير من المطالب التي أريد عرضها بين أيديكم. لاحظتم مدى انتشار هذه المعلومة، من أن ذا القرنين يضرب على قرنه الأول ويقتل، ويضرب على قرنه الثاني ويقتل، بعد أن يبعث بعد القتلة الأولى، وكذلك سيبعث بعد القتلة الثانية. وسيد الأوصياء يشير إلى نفسه، والأئمة يشيرون إلى أمير المؤمنين، من أن هذا سيجري عليه في عصر الرجعة العظيمة. نذهب إلى فاصل.